مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان الحقوق العراقي رياض صباح. أهلا بكم سيدي. سيد رياض هل تسمعني؟ رياض. نعم أسمعك بس أسمع صوت التقرير أيضا. الآن راح التقرير. يمكن كان هناك تأخير في الصوت. أسألك عن منظمات المجتمع المدني التي تقول أن القوات الأمنية تقوم باعتقال ناشطي التظاهرات وتعرضهم للتعذيب أيضا، كيف ترصدون مثل هذه الانتهاكات الإنسانية في حق المتظاهرين السلميين؟ يعني حتى الآن كل المعلومات تتناقلها عبر وسائل الإعلام، عملية الرصد تتم بشكل يعني أي عملية رصد لأي منظمة تعنى بحقوق الإنسان يجب أن تكون بطريقة مهنية ودقيقة وتوثق كل المعلومات، بحاجة طبعا هذا الشيء إلى النزول إلى الشارع وجمع كل البيانات ومقابلة الشهود وحتى جمع الأدلة وجمع حتى الرأي الذي يمكن أن يأخذ حتى من السلطات الرسمية. يعني هكذا ينبغي أن تقوم أي جهة تسعى إلى رصد أي انتهاكات تتعلق بالحق في التجمع السلمي. نعم، هؤلاء الناشطون في التظاهرات بالبصرة وعدد من المناطق أكدوا أن هذه حملة الاعتقالات الأخيرة والمداهمات العشوائية لهم كانت دون أي أمر قضائي. كيف يوصف هذا النوع من الاعتقالات والانتهاكات؟ يعني مسألة الأمر القضائي يعني هي يعني ذو شقين، يعني في جانب يكون في طبعا يتطلب الأمر القضائي في عمليات التوقيف، ولكن في بعض الحالات التي يكون فيها على أرض الواقع وفي الميدان إذا كان هنالك ما يسمى بالجرم المشهود، بمعنى هنالك دليل واضح وصريح على قيام بأفعال خطيرة جنائية يمكن بالأمن بهذه الحالة أن يتم اعتقال الأشخاص. هل ولكن هذه الحالات التظاهر سيد رياض؟ قد تنطبق على بعض منها قد تنطبق. بس لكن بشكل عام في حالات التظاهر والتجمع السلمي في قاعدة في القانون الدولي ينبغي النظر إلى شرط التناسب والضرورة، بمعنى يعني يجب النظر إلى الوضع العام في البلاد، هنالك احتجاجات شعبية، هنالك سياق سياسي في البلاد، هنالك انتقاد لسياسات حكوميه، هنالك يعني بشكل عام يعني هنالك حاله معينه في العراق، هنالك احتجاجات شعبيه، يجب ان يتم يعني استيعاب حتى لو استخدم احيانا من قبل الافراد من قبل الناس استخدام بعض الوسائل غير القانونيه، يعني كتخريب بعض الممتلكات او ما شابه ذلك، هذا لا يعني انه مسموح وممنوع، ولكن لا ينبغي ان يعامل بطريقه قمعيه او بطريقه منع التظاهر بحد ذاته. يعني هنا يجب النظر الى مساله التناسب والضروره، بحيث انه اي قيد قد يقع على هذه الممارسات يجب ان لا تطال الحق في التجمع السلمي، اي ان لا تطال الحق في التظاهر. نعم. يجب ان تبقى الناس الى ان تمارس حريه الراي والتعبير والحق في التظاهر. ونبقى في نقطة الاعتقال سيد رياض، عدد من المعتقلين لم يعرف أصلا الأماكن التي تم اعتقالهم فيها، وربما قد يسقط هذا في مسألة الإخفاء القسري. كيف برأيكم بإمكان أهالي هؤلاء المعتقلين أن يتبعوا أي إجراء قانوني لتوثيق هذا النوع من الإخفاء القسري ومتابعة هذا الأمر أيضا؟ يعني أي إنسان حتى لو لم تكن السلطات هي التي قامت بإخفائه، أي شخص يغيب عن الوجود ومكانه غير معلوم، مسؤولية الدولة هي عليها أن تبحث عن وجوده، يعني حتى لو لم تكن هي التي أخفته، فما بالك إذا كان تم إخفاء هؤلاء الأشخاص في سياق احتجاجات شعبية، بمعنى أن هنالك احتمالية أكبر أن يكون هؤلاء الأشخاص قد تعرضوا للاعتقال وبالتالي اختفاء القسري. أشكرك جزيل الشكر رياض صباح الحقوقي العراقي، كنت معنا عبر الهاتف من عمان.